السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بجميع المتابعات والمشاهدات في فيديو جديد على القناة. عيد أضحى مبارك سعيد، إن شاء الله يدخل عليكم الصحة والعافية وطولة العمر وتحققوا كل ما تمنيتوا، ولو هاد التبريكة جات معطلة شوية. اليوم احنا في ثالث أيام العيد، صراحة ما صورت لكم والو، لا قبل العيد ولا نهار العيد ولا يوم تاني عيد، ما ساليتش، ما بقاش لي الوقت نصور، ما قدرتش نصور. دابا ثالث ايام العيد، بغيت ندير شي حاجه وبغيت نصورها معكم. صور معكم ثالث ايام العيد شنو درت فيه. دابا الساعه تقريبا 7 د العشيه، هنا غادي نحيد عليا العشاء، نوجدو على تيساع والطياب نخليه حتى لوقته. فهاد الجهه عندي ثم كيف كتشوفوا القضبان ديجا مشرملين، يعني حنا ملي كندبحو الحاولي وكنعزلو كل حاجه بوحدها كنشرملو القضبان في البلاصه وكنحطوهم في الثلاجه، وقت ما احتاجيناهم كنجبدوهم. هادو نخليهم على اتساع هنايا، وهنا غادي نزيد نشوي معاهم بصله ومطيشه. فكرتني في الشوايات اللي كناكلو على برا، كيديرونا الشوايه مع بصله ومطيشه. ها هي الشوايه، هما القضبان، هادو نخليهم انني غادي نشوي في السطح، خليهم على تيساع، نقدر ندخلهم في القضبة ونخليهم بعد. وهنا غادي ندير الخضرة تسلق، باش غادي ندير واحد الشلاضة مشرملة فيها البطاطا وخيزو. هنا خيزو قشرتو، غسلتو وقشرتو، بطاطا غسلتها مزيان خليتها بالقشرة تاعها. غندير خيزو من تحت لأنه هو اللي كياخد الوقت طويل في الطياب، وندير فوقو بطاطا. نزيد عليهم الماء، نغطيهم ونخليهم يتسلقوا. المهم الشلاضه غنحيدها عليا، ولكن الشو غنخلي حتى لوقته. هنا صوبت واحد الشرموله اللي غادي نشرمل بها بطاطا وخيزو مسلوقين. فللاسف انا تحبني فاش كنت كنصوبها، تحبني واش كنصور، ولكن انا ما كنتش كنصور للاسف. المهم نقول لكم شنو فيها الطريقه. فيها ربيع، ثومة، حامضة مصيرة، ملحة وكمون، فقط هادشي اللي كاين. كنش ناخدو الخلاط الكهربائي وكنديرو فيه الربيع والثوم واللب ديال الحامض، ما كنديروش القشرة لانه ما غاديش يطحن لينا القشرة، كنديرو غير اللب. اما القشرة فكنشدوها كنقطعوها طريفات صغيورين، وكنديرو الملحة والكمون وزيت الزيتون. نسيت ما قلت لكم زيت الزيتون في الاول، كنديرو فيها زيت الزيتون ونطحنو كلشي، نطحنو حتى كيطحنو مزيان. يبقاو لكم طريفات ماشي مشكل، بحال الثومه ها هي طريفات صغارين. بغيتو طحنوهم بغيتو تقردوهم صغيورين عادي قردوهم صغيورين. غنخليها على جنب حتى تسلق لي الخضره، ونكملو طريقه اعداد. دابا بديت كنعمر القضبان، نحيدهم عليا حتى هما ما عندهم لا شي بقاو هاد الغريف. صافي دابا كلشي واجد هنا، وهاهي الخضرة تسلقات ولات موجودة، لاصوص حتى هي هاهي غطيتها تنرجع ليها، والقضبان. دابا نخلي كلشي هادشي هكا، يلا نخرجكم معايا نقضي واحد الغرض ونرجعو نكملو العشاء. ترجمة
وفي النهاية وقع الاختيار على هذا الكرسي اللي باش في الصندوق في اللون الموف. صراحة تمنيت لو كان في اللون وردي فاتح، ولكن هذا اللي لقيت. فنبدأ بالتركيب. واو، شوف الشكل ديالو، صراحة جميل، زوين 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 زوين. الخشب، وهذا الجزء السفلي، وهذا هذا القاع كيكون بهذه الطريقة، وهذا هذا القاع. أتمنى تكون دي الطريقة الصحيحة. والنهاية ها هو الكرسي واجد، صراحة زوين. ما عرفتش شنو نحط فيه هنايا، نحط فيه وقت الشتاء نحط فيه حوايج الصيف، وفوق الصيف نحط فيه حوايج الشتاء باش يبقى شوية شاد في راسو. دابا هاني كنكمل الشلاضة اللي غندير. ها هو خيزو قطعتو طريفات، وبالنسبة للبطاطا فها هي قشرتها، ودابا غنقطعها طريفات، ونحاول ان الطريفات يكونوا شويه كبار. زوينه الطريقه انك تسلقيها بالقشور، انها كتحافظ على الشكل ديالها، كتعجنش. فالسمر بهذه الطريقه حتى نكمل كميه البطاطا اللي عندي. ودابا غادي نشرملهم بهذه الشرميله. هاد الشرموله ممكن ديروها شحال من نوع تاع الخضره، ممكن ديروها مع الدنجال، مع القرعه، مع اللوبيا الخضراء، مع الباربه حتى هي. انا قسمتها عليهم ونحرقهم، ولكن غير بشويه خصوصا البطاطا باش ما تعجنش. نخليهم دابا على جنب حتى يشربوا شويه هاد الشرموله هذه، ومن بعد نشحرهم. شعل دابا الفاخر، أخيرا شعلت. هي البصله والمطيشه قطعتهم دواور، هذه كتبقى حاجه اختياريه، الا بغيتوها ديروها مع القطوان ديروها. هالشوية وجدات، ندوز دابا الشلاضة، راه مازال ما كملتش. غادي نشحرهم، نبدا بخيزو هو الاول، وغادي نشحرهم فوق المجمر، يعني العافية كاينة كاينة بلا ما نستعمل البوطة.